في صفوف منتظمة يقفون لتأدية طابور الصباح لعام دراسي جديد وسط صعوبات وتحديات كبيرة يواجهونها، ليس أولها الدعوة إلى الإضراب للمطالبة بتسوية حقوق المعلمين. بدأ العام الدراسي الجديد على الرغم الإضراب الفردي دون استجابة من المعنيين بالقرار. نحن نطالب بحقوقنا، وعلى الرغم ذلك لابد ما نعلم أبنائنا، لأن نحن الضحايا هم، ولذلك ندعو الجهات المعنية بأن يعطي المعلم حقوقه، وهذا واجب، وإلا سنعلم بعد ذلك الإضراب الشامل. أصبح المعلم يعاني والطالب يعاني والأسرة أيضا تعاني، مثل القش كيف تذاكر للطالب وهكذا، يعني التدني أصبح من هذا السبب. يعني يعد قطاع التعليم أكثر القطاعات تضررا من الحرب والتي جعلته في أدنى المستويات منذ عقود، فالكثير من المرافق التعليمية تعرضت للقصف، ناهيك عن غياب الكتاب المدرسي الذي يؤثر بشكل كبير على ضمان حصول الطلبة على القدر الكافي من المعلومات وبطريقة ميسرة. المعلم فأصبح يعني مثقل بالهموم، هموم المعيشة، هموم أولاده. كثير مننا أصبح مع طلاب يريدون أن يدخلوا الجامعات ولم يستطع تدريسهم، يعني أصبحنا أولاد المدرسين أغلبهم جالسين في البيوت بعد الثانوية. هذه المشاكل وهذه الظروف أيضا أثرت على نفسية المعلم وعلى أدائه، أكيد بتأثر على أدائه كيف يأتي إلى المدرسة وهو مثقل بهموم أولاده وهموم معيشته، ومتوقع منه أن يعطي يعني بشكل كبير أو بشكل جيد. أيضا من الأسباب وجود معامل ولكن غير يعني لا تعمل، يعني غير مفعلة أو ما تشتغلش بالمدارس. معنا غرف معامل لكن ليس لدينا مواد وما فيش تطبيق، كله تدريس نظري، فكيف يخرج الطالب؟ افتقاد غالبية المدارس للمعامل العلمية والميزانية التشغيلية عوامل أخرى تساهم في تدني مستوى التعليم، يضاف إليها المستوى المعيشي لأغلب الأسر التي باتت عاجزة عن توفير متطلبات أبنائها، كما أن تدني رواتب القطاع التعليمي من المشاكل التي تهدد التعليم في ظل عجز الجهات الحكومية عن إيجاد حلول فعالة تنتشل هذا القطاع الحيوي وتعيده إلى الواجهة. تدني مرتبات الكادر التعليمي في ظل الوضع الاقتصادي المتردي بالإضافة إلى انتشار التعليم الخاص على حساب الحكومي، عوامل في مجملها تسهم في ضعف العملية التعليمية ووصولها إلى مستويات متدنية. فوز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.